أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثالث من دروس التربية الوطنية. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب، عليك أن تبين أهمية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية. حقوق الإنسان في المواثيق الدولية: يقصد بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد، وهي حقوق عالمية لا يجوز التهاون أو الاستخفاف بها أو إلغاؤها، وتم تحديد ملامحها من خلال المواثيق الدولية التي جسدت الجهود البشرية لإيقاف الظلم والمعاناة التي لحقت بالإنسان من أخيه الإنسان خلال الحروب والنزاعات. فقد تعالت الأصوات في أعقاب الحرب العالمية الثانية نظراً لكثرة الضحايا والخسائر الهائلة التي لحقت بالإنسانية جمعاء، بضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان، وقد تم إصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان. بعد اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حولت لجنة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة اهتمامها إلى صيغة اتفاقيات على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية. العهد الدولي لحقوق الإنسان عملت هيئة الأمم المتحدة اهتماماً على صياغة اتفاقيات على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، فصاغت اتفاقين: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتمت الموافقة على المعاهدتين على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتحدد صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع. كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان، ويعمل المجلس على الوقت ذاته على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب. المعاهدات والاتفاقيات ملزمة قانوناً للدول والأطراف التي وقعت عليها، وأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فليس ملزماً قانوناً لأنه ليس معاهدة وإنما هو إعلان مبادئ. إذن يقصد بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد، وهي حقوق عالمية لا يجوز التهاون أو الاستخفاف بها أو إلغاؤها، وقد تم تحديد ملامحها من خلال المواثيق الدولية التي جسدت الجهود البشرية لإيقاف الظلم والمعاناة التي لحقت بالإنسان من أخيه الإنسان خلال الحروب والنزاعات. العهد الدولي لحقوق الإنسان هي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هنا تضمنت المواثيق مجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهنا أعزائي الطلاب أهم تلك الحقوق هي: الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة والأمن، الحرية في التنقل والعبادة، المساواة وعدم التمييز، حرية الرأي والفكر، الحق في المشاركة السياسية. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهم تلك الحقوق هي الحق في العمل، والحق في حماية الأسرة، والحق في التعليم، وحق الملكية، والحق في الراحة والعيش الكريم. عزيزي الطالب، حسب رأيك قم بترتيب تلك الحقوق من الأهم إلى المهم مبررا رأيك. إذن عليك أن تقوم بترتيب هذه الحقوق من الأهم إلى المهم. بعد ذلك عزيزي الطالب، عليك برأيك بيان ما أهمية إصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما هي الظروف الدولية التي ساهمت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أيضا عليك أن تبين الفرق بين المعاهدات والاتفاقات بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقلنا أن المعاهدات والاتفاقات اتفاقيات ملزمة قانونا للدول والأطراف التي وقعت عليها، أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فليس ملزما قانونا لأنه ليس معاهدة وإنما هو إعلان مبادئ. وعليك أن تبين أهم الأدوار التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.